Marruecos, el país que más puente genera entre musulmanes y católicos. المغرب باعتباره أرضا للسلام يمد أفضل جسور التقارب بين العالمين الإسلامي والمسيحي. تأكيد جاء على لسان السفير الأرجنتيني السابق لدى الفاتيكان إدواردو فالديس الذي اعتبر أن زيارة قداسة البابا للمغرب يومي السبت والأحد الماضيين تنطوي على أهمية بالغة وتكتسي دلالة كبرى، لا سيما وأن الزيارة تندرج في سياق تعزيز الحوار بين الأديان والتعايش في وئام بين الجميع. وشدد على أن المغرب تمكن بفضل قيادة جلالة الملك وبفضل موقعه الاستراتيجي من أن يمد أفضل الجسور بين العالمين الإسلامي والمسيحي، مبرزا أن زيارة البابا أكدت أن الحوار بين الأديان يظل السبيل الأمثل الذي يتعين نهجه في المستقبل. واعتبر فالديس القيادي في حزب خوستيسياليستا أن المغرب يتقاسم مع البابا قيم السلام والمحبة، مشيرا إلى أن دور الأديان يتمثل في خلق الأخوة والتآزر بين شعوب العالم وليس زرع التفرقة بين بني البشر. وأضاف أن جميع الديانات تحرم الاقتتال وتدعو في المقابل إلى المحبة والتآخي بين الناس على الرغم من الاختلافات، كما تؤكد ذلك الكتب السماوية. tan importante este documento que han firmado el rey Mohammed VI con el Papa Francisco. وفي السياق ذاته وصف نداء القدس الذي وقعه خلال هذه الزيارة جلالة الملك رئيس لجنة القدس وقداسة بابا الفاتيكان، وصف النداء بالوثيقة الهامة للغاية والتي ستسهم برأيه في تعزيز السلام المنشود، لأن القدس مدينة اللقاء والتعايش بين الديانات التوحيدية الثلاث، مشددا على ضرورة الحفاظ على هوية مدينة القدس الشريف بوصفها تراثا مشتركا للإنسانية ورمزا رمزا للتعايش السلمي بالنسبة لأتباع الديانات التوحيدية الثلاث.